يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. يوم جديد وفيديو جديد من قناتكم الاولى الخاصه بالبلابل. ما مشترك اشترك لايك للفيديو يوصل لك اي شيء جديد. محدثكم علي الصياد، فقره يوميات ليليه. طبعا البارحه احنا موعد الحلقه ما نزلتها بسبب الهواء، يعني صورت يمكن نص الحلقه وجيت بقى افحص اللي توقعت انه بهوا الفيديو، فصوت الهواء كلش عالي فالفيديو يكون بدون فايده، لغيته واليوم اجلته التصوير لكم. حسن البديري يقول عندي قبل شهر فرخن وهماتا لان امهاتهم ما يعرفن القبابي والنوب خمسة، وهسه لفت عش من جديد. التعليق مالتك على الفيديو هو نفسه اللي قلت شلون لازم تقدمون القبابي وليش تقدمون. فالطريقة عندي تعلم بلابلك بيها على القبابي. القبابي شباب، حتى خاف اللي ما شاف الفيديو، القبابي ضروري تعلم بلابلك عليه، خصوصا الاليفات، خصوصا الاليف. الاليف شويه احنا نسميه نازوكي زايد عن اللازم، يعني ما يعرف القبابي او ما يعرف الحشرات، فمتعلم على الاكل التقليدي. اوكي، من الصير عنده فرخات، اجى ووكل الفرخات الاكل التقليدي او الفاكهه وكتلن للفرخات، طبعا هاي اللي يقدمون الفواكه بعدهم زين. فلازم تعلم طيورك على القبابي. القبابي لان هو الغذاء الاساسي للفرخات، وخصوصا القبابي الحي طبعا. بس احنا هسه تقول ياباني ما عندي امكانيه اجيب قبابي حي واعلم طيور عليه. تقدر تعلمهم بالقبابي الطري، تعلم فقط مو تغذيه. من يصير عندك فرخات تجيب لهم قبابي حي. انا هسه دا اقدم قبابي طري لطيوري لان ما عندهم فرخات. القبابي الطري شلون تقدمه الهن اذا طيورك كانت ما تعرف القبابي او ما تاكله نهائيا؟ شو تسوي انت؟ تشيل الاكل من عندهم، بس شو وقت تشيل الاكل؟ باوعني، لان هسه احنا اجواء بارده، يعني البلبل مجرد ان يجوع يتمرض. شو وقت تشيل الاكل؟ تشيل الاكل بالعشر الصبح، هنا الجو حلو دافي، تشيل الاكل بالعشر الصبح ترجعه لهم بالاربعه العصر. اوكي، بس من شلت الاكل ايش راح تخلي بالقفص؟ راح تخلي القبابي فقط، غصبا ما عليهم طيور راح يروحن ياكلن القبابي. بس خلي القبابي بمكان انه يكون قدامك وتعرف العدد مالته حتى تعرف ان الطيور اكلت لو ما اكلت. مجرد هو راح ياكل القبابي راح يعرف الطعم مالته، راح يتعلم عليه وبعد ما يبطل من عنده. هاي للطيور اللي ما تاكل قبابي او ما تعرف القبابي، بس ضروري هاي الخطوه تسويها قبل ما يصير عندك التزاوج وقبل ما يصير عندك التفقيس، حتى الطيور تعرف توكل فرخاتها شلون. التعليق الاخر يقول علاوه تنصحني بتهجين العراقي على الهملايا اسراء علي؟ ما انصح بيه نهائيا، يعني اكو من سواها قبل، انا ما سويتها طبعا، اكو من سواها. يعني اذا تجين على السالفه او تجون على السالفه، من تجي تقارن بين الشكلين الهملايا والعراقي، الشبه خلينا نقول 90%، الاختلاف فقط شنو؟ الكعكوله مال الهملايا تكون معكوسه لي قدام فقط، هذا الاختلاف الوحيد. الصفار نفس الصفار، الرصاصي نفس الرصاصي، السواد نفس السواد، الخدود تقريبا، العراقي شويه اكبر زين. فالاختلاف الوحيد هي الكعكوله. نقدر احنا هسه بالمخيله مالتنا نخبط الشكلين، ايش راح يطلع؟ راح يطلع عراقي مجرد شويه كعكوله اعلى، يعني هو والماكو سوى، يعني مخلفين بلابل العراقيه عاديه. وبالمناسبه اكو سلاله، صايره بين 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 باكستان وبين الصين على الحدود، ما اعرف المنطقه شو اسمها بالضبط. فهاي المنطقه هو الهملايا هناك بجبال الهملايا يتكاثر، وباكستان البلبل ابيض الخدين موجود بيها. فهاي المنطقه صار بيها تهجين طبيعي، يعني البلابل العراقية العفو الابيض الخدين عبرت على الهملايا والهملايا عبر عليها، فصار تهجين طبيعي. فالبلابل تزاوجت وتكاثرت وتهجنت، حتى اجانا بالسوق يعني هنا انباع عندنا وسعره كلش مناسب، واكو قسم غشوا بيه يعني باعوه على اساس هملايا وهو مو هملايا، لان الكعكوله مال الهملايا تختلف. ها، والكعكوله الهملايا يصير عنده حواجب بيض صفرة، هذا الهجين ما يطلع بهاي الحواجب، مجرد كعكوله. فلذلك ما انصح به يعني، لان ماكو اضافه بصراحه. يقول التعليق الاخر شلون اخلي البلبل يجلس ويصير اليف وعادي احط البلبل برا؟ حاليا هالفتره يعني صار تقريبا 3 ايام ما انصح البلابل تبات برا لان الجو برد، هاي وحده. اثنين، ما انصح البلبل الوحشي يصير اليف لانه مناعته راح تقل ويتمرض، التغريد مالته راح يقل وراح يبوق غلط. فلازم نحافظ على مستوى انه يبقى حاد الطير مو كلش اليف. وبالنسبه للتجليس مالته، تقدر تدخل على قائمه التشغيل من الالف الى الياء البلبل الوحشي، راح تلقى اي شيء تحتاجه للبلبل الوحشي.
التعليق الاخر عندي بلبل فحل صدفة برجلي اثنين هن احط له مرهم هواي فترة، وحدة تاكلت وحدة بس الذبدم، شنو الحل؟ موضوع الصدفة، اكو صدفة قابلة تنشلع سهلة تصير، انا مسويها لكم فيديو طبعا ونزلته، مجرد تسوي لها بمال العود مال الاسنان تنشلع، واكو صدفة تكون عبارة عن قطع صغيرة ما تنشلع من الرجل تأذي الطير، فهاي الصدفة ما انصحكم تشلعوها. ليش؟ لان احتمال تسبب كسر، احتمال تسبب التهاب حاد للطير ويضاعف عليه ويموت. لذلك العلاج الوحيد هو مرهم العين فقط يعني، وزيت الزيتون لا تخلون لان الجو بدا يحر هسه، بس مرهم العين اطول فتره ممكنه، واكيد الطير راح يطيب من عليها. بس اكو شغله تسووها لان انا هم سويتها ونجحت عندي، يتغير القفص مالته بقفص اكبر. التعليق الاخر يقول على راح احط بلاب لداخل بيتونه عليه شيء ينتجن لو لا، بس اخلي الصغير يصعد داخل بيتونه، اخوي الصغير يصعد داخل البيتونه واصوات العائله والقفص كبير والبلاب الوحشيه راقده. ماكو مشكله، قبل يمكن سنتين او ثلاثه كان عندي بلابل المتوالفات نبيعهن جاهزات مال الصيد سوى، فاحد الاصدقاء اخذهن وكاثرهن بداخل البيت يعني، وهم بالبيتونه نفس النظام مالتك، بس كان يفتح لهم باب السطح، بس السطح امين يعني ما هو بيه بزونه. فكلكم تعرفون انه البيتونه كانما هي بداخل البيت لانه مفتوح ماكو سقف، فينسمع فما اثر اي شيء ما اثر، لانه انت عندك اليوم ها والبيتونه بيها ضوء قوي، فاليوم انت ايش عندك؟ عندك الشروق مال الشمس يبدي تقريبا من 5:00-5:30 لحد يعني اغلب العوالد يقعدون مثلا خلينا نقول كلش اذا عندهم دوام فد بالسبعة، واذا ماكو دوام بده يقعدون فد بالعشرة بالتسعة. هاي الفترة كلها فترة هدوء انه البلابل تاخذ راحتها على الاخر، يتم التزاوج والتلقيح ولف العش طبيعي، اي مشكلة ماكو، بس قلل التقرب عليهم يعني، حاول تخليهم الاكل مال اسبوع كامل. يقول عندي بلبل يغرد بس طياريات، واني سامع له طياريات قصدي صياح، واني سامع له تغريد ولسانات حلوه صار لعندي شهرين او اكثر، شلون اخليه ينسى الطياريات؟ الطياريات ما ينساهن، الطياريات او الصياح هذا في شيء ثابت عند البلبل. شلون هسه مثلا احنا البشر بالطفل مثلا يبكي، اكو طفل ما يبكي او نمنع من البكي؟ مستحيل. نفس الشيء البلبل خصوصا الوحشي. ليش؟ هذا اذا كان صيد جديد، اذا كان مستغرب من المكان، اذا كانت اكو غير طيور تاثر على الصوت مالته، اذا كان الطير متوجع، اذا كان الطير مصدف، اذا كان الطير بده يصفي ريش، هاي كلها تخلي الطير يصيح ويذب طياريات مثل ما سموها. لذلك ما دام انت سامع للطير والطير مضمون يعني مخرج وبطنه لغات، لان اكو مكانات بساتين الطيور هاي شايله بس طياريات مشيل لسانات. التعليق الاخر يقول عندي بلبل اليف اكو مساحه من الريش مال الراس مالته واقعه اعتقد بيه فاش، مع العلم هو قفص حديد، واذا بيه فاش شنو العلاج؟ الفاش يوقع الريش بحالات متقدمه كلش، بحيث انه هذا البلبل اول شيء اذا من يضرب الفاش يكون بيه حكه يعني 24 ساعه يحك، الضوء مطفي معلوق يحك، نهار ليل يحك، ياكل يشرب يحك. اذا هملته انت وما عالجته وظل يحك هيجي وراها عود يبدي الريش يتساقط مثل ما انت تقول، وراها انه الطير يبدي يقعد بالقاعية ويموت، ما تلحق له كل ايام فقط، بس انت الطير واقع يمك، احتمال سوء تغذية، احتمال سبب القفص. اكو فيديو نزلته يخص الفاش قبل هذا الفيديو، تقدر تشوفه حتى تتأكد من طيرك، ليه ما انصحك تستعمل علاج وهو الطير ما بيشي. التعليق الاخر يقول عندي بلابل اثنين اليفات وفحل توحش والنثية اليفة، اخليهم بالقفص يتعاركن والقفص صغير واريدهن يتزاوجن، ما ينجح القفص صغير لازم قفص كبير. يقول علاوي ايش قد يكلف اسوي محميه؟ شلون محميتك؟ بصراحه انا السعر الرقم بالضبط نسيته، تقدر ترجع على الفيديو هو مال هذا المحميه، ناشر اني ناشر كل المواد اللي جبتهن وكل الشغلات اللي احتاجتهن وناشر طريقه العمل وناشر السعر مالتها، ارجع عليه وشوفه. التعليق الاخير يقول علاوي زوج بلابل تكاثر محمية طولها 4 مترات والعرض 1 متر وارتفاع 7، ما فهمت السؤال وين. يقول تعليق الاخر يقول عندي سريلاك مال اطفال بالقمح والفواكه، اقدر اقدمه لافراخ البلابل؟ لا ما انصحك به. طبعا ها قبل يمكن قبل 3 سنوات او 4 سنوات كان اكو نوعية مال السريلاك مال اطفال ما بي حليب، فكان ينجح، انا منزل به فيديو، لكن حاليا السريلاك مال الاطفال على حسب اتفاق المنظمه الدوليه للغذاء
كل سيريلاك الأطفال حالياً بنسبة من الحليب، والحليب الطيور ما عندها الإنزيم الهضمي، يعني مجرد أن تقدمه راح يصير بطنه سهل وراح يموت الطير عندك. أكو سيريلاك خاص مال الأفراخ، سيريلاك خاص مال الأفراخ الطيور موجود عند البيطرة وعندنا هم موجود، هذا اللي يتقدم للأفراخ مو سيريلاك الأطفال. فيديو اليوم انتهى، شكراً للمشاهدة، انتظرونا باكر فيديو جديد، تحياتنا لكم.